أكثر من 3000 حافلة في الجزائر تعرف تدهوراً كبيراً من حيث العتاد والحظائر، وعلى الرغم من التعليم الوزارية المتعلقة بالقضاء كلياً على الحافلات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، إلا أن هذه التعليمة لم تتجسد لحد الساعة. التعليمة دوك هذا كلام قالوا وزير السابق، لحد الآن مازال ما طبق والو، ما شفنا حتى نتيجة ملموسة على الأدوار. غياب استراتيجية محكمة في توزيع الخطوط سبب الفوضى في النقل. بعض الخطوط هو توزيع العشوائي. نعطيك مثال على الخط بن عكنون دويرة. بن عكنون دويرة تلقاي النوترلين في الميم ديستيناسيون. عين الله دويرة ولا عين الله ولا عين الله دراريا. دوك الإنسان ان ترونسبورتور علاش يقولك راه المشكل؟ ما راهش المشكل في الحافلات، المشكلة في توزيع الخطوط. أصحاب الحافلات طلبوا بتوضيحات بخصوص ديون الضريبية والقروض البنكية، أما المواطنون فقد اعتبروا أن الوقت قد حان لاستبدال الحافلات القديمة. احنا ماذا بينا يطبقوا لنا هذا القرار هذا اللي داروه، وانا نستناو فيه كما يقول لك بأحر من الجمر كاع. باسكو علاه طروليات هذو ماذوك هذيك صح راح وقتهم وسي بون. حنا سمعنا ما حبينا تبوجينا سقسينا منا ما شفنا والو. حنا ما دابينا تساعدوا صحاب ترونسبور. يمدوهم كريدي تسمى، ما يمدوهمش، ما نقدروش نخلصوهم كونطا. 18,000 سائق ينتظر تجسيد قرار تجديد حظيرة الحافلات التي تشهد تدهورا كبيرا يشكل عبئا ثقيلا على مستعمليها ومالكيها على حد السواء.